بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلنا فاكرين قصة مضيفة الطيران التونسية أميرة، أحداث غرفة الحجز. un canale del Signore, un canale dell'energia. Le mie guarigioni arrivano attraverso la luce, attraverso l'amore. E non ho paura di dire che Shivananda ama il sesso. Io amo il sesso. E quindi? Dotato di poteri sovrannaturali. Secondo quanto ci raccontano alcuni testimoni, capace tramite i suoi riti وتم نقلي فترة إلى المستشفى النفسية، وخلال عزلتي في المستشفى، تعالوا نشوف تاني رسالة وأهم نصيحة من أميرة لكل المهتمين بالعلاج بالطاقة والوعي واليوغا والتأمل. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، ما تنسوش وضع الإعجاب وتابعوا الفيديو للنهاية. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، دي مذكرات أميرة اللي اتخلصت من بنتها. أميرة كتبت المذكرات دي بخط إيدها من داخل السجن، وأميرة كانت حريصة جدا على خروج مذكراتها اللي كتبت فيها القصة الكاملة وإيه اللي حصل لها في غرفة الحجز، وعملت إيه في مستشفى الأمراض النفسية، وإيه اللي مرت بيه لحد ما فاقت من النوبة اللي كانت عايشة فيها، وعملت إيه بعد صدمتها في فقدان بنتها وفي اتهامها بارتكاب جريمة زي دي. أميرة كتبت مذكراتها اللي فيها عدد من الرسائل الخطيرة والمؤثرة والهامة جدا، وأهم رسالة كتبتها أميرة في مذكراتها واللي أنا شخصيا اتأثرت بيها جدا هي رسالتها لبنتها الطفلة تارا. أميرة قالت: تارا، سامحيني يا روح مامي، أنا بلوم نفسي كل يوم، ياريتني كنت أقوى من كل ده، ياريتني كنت أقوى من كده. أنا من لما فارقتيني وأنا عايشة من غير روح، أنا مش عارفة أعيش من غيرك، ولسه جوايا رفض لكل اللي حصل ده، وكل الابتلاء ده أكبر وأقوى مني بكتير يا مامي، لكن لازم أرضى بقدر رب العالمين، وإن شاء الله أرافقك في الجنة يا أغلى ما رزقني ربي. عمري ما هحب حد زيك، سامحيني يا بنتي. أم تارة أميرة: حسبي الله ونعم الوكيل. ايه رأيكم؟ شفتوا اخرة العلاج بالطاقة والتأمل؟ لا تعليق. مذكرات أميرة اللي كتبتها عبارة عن 38 صفحة، وعشان نختصر الوقت تعالوا ناخد اهم المقتطفات الحصرية اللي أثرت في الأم أميرة ووصلتها لدرجة انها تمسك حزام وتلفه على رقبة طفلتها البريئة، اغلى حاجة في حياتها زي ما قالت، وتشد الحزام لحد ما طفلتها تلفظ انفاسها الاخيرة. تعالوا نشوف اصل الحكاية. انا اميرة، مضيفة طيران سابقة بطيران الامارات، ومقر الدايم كان بمدينة دبي. وفي بداية سنة 2019 بدأت أشعر بموجات مغناطيسية وموجات تشبه موجات البحر الخفيفة فوق راسي، كما شعرت بخروج موجات هوائية من كفوف اليدين وباطن القدمين، وبدأت أبحث في مواقع الإنترنت عن هذه الأعراض، وكنت أثناء البحث أقوم بالكتابة باللغة الإنجليزية، ومن خلال الردود اللي ظهرت لي على محرك جوجل إن اللي عندي دي كارمات، وبتظهر عند ناس كتير مش أنا بس، وإن دي عبارة عن طاقات إيجابية ممكن مساعدة الآخرين بيها، ويمكن تطويرها بالدراسة والتخصص بالعلاج بالطاقة، وهي لها أقسام وآليات متعددة ومختلفة، ويمكن للممارس أن يكتسب فيها شهادات متنوعة. على سبيل المثال وليس الحصر، التأمل، الريكي، الثيتا هيلينج، الأكسس بارز، والعلاج بالرنين الصوتي. بدأت مع الوقت أخد كورسات على الإنترنت من خلال بعض المراكز مدفوعة الثمن، وحصلت على شهادات. وأثناء مهرجان اليوغا والتأمل في أبو ظبي تعرفت على سيدة وزوجها، وحضرنا بعض حصص اليوغا والتأمل. في نهاية اليوم تبادلنا حسابات الفيسبوك. بعدها انتقلت إلى القاهرة، وتم عقد قراني وزفافي على زوجي الحالي بالقاهرة في ديسمبر 2019 في حضور عائلتي، وعشت حياة سعيدة هادئة ومستقرة. وبعدها بفترة حملت بابنتي تارا،
وفي خلال فترة حملي وصلت القراءة والاطلاع كتير عن مواضيع تطوير الوعي الذاتي وتغيير وتطوير نمط الحياة إلى حياة إيجابية وصحية أكتر للمحافظة على صحة جنيني، وذلك مع استخدام التأملات والتوكيدات الإيجابية باللغة العربية والإنجليزية على موقع يوتيوب. وفي منتصف 2022 تقريبا تلقيت رسالة على الفيسبوك من السيدة اللي قابلتها في مهرجان أبو ظبي، بتقول فيها إنها هتنزل مصر قريب وقالت لي عايزة أشوفك. قلت لها أوكي ونسيت الموضوع، وبعدها بأسبوع تقريبا لقيتها بتعيد التواصل معايا وإنها في القاهرة وبتدعوني لحضور جلسة للتأمل. قلت ساعتها ليه لأ، ما أنا ما عنديش أصدقاء، وقلت أغير جو وقبلت الدعوة وانضممت لجلسة تأمل اللي هي كانت تقريبا نص ساعة. وبعد نهاية الجلسة لقيت رئيس المجموعة أو المدرب اللي معاهم بيطلب من السيدة صاحبة الدعوة بالإشارة بإني أذهب إليه. استغربت، لكن السيدة أخدتني بسيف الحياء فاتكسفت وذهبت معها، وطلب مني الجلوس أمامه وفعلا جلست، وطلب مني أن أنظر في عينيه، وبعدها قام بوضع يديه على رأسي وقام بوخز مكان الرأس والجبهة بأصابعه والوخز على جميع مفاصل الجسم. فسألت السيدة اللي كانت تجلس أمامي بجانبه إيه ده؟ قالت لي بركة. وفي اللحظة دي تشخص لبصري في فراغ الغرفة من فوق رؤوسهم ومن وراهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى وإني أنا مريم، وكان الشعور بقوة شديدة وبدون أدنى شك ومش عارفة إزاي ده حصل. قالوا لي إن أنا دعائي لرب العالمين مستجاب وإني أنا مريم، وكان الاتنين على شكل إنسان ولابسين أبيض، وكان على وجهي دهشة شديدة، ونظرت للسيدة والمدرب ولقيتهم بيبصوا على تعابير وجهي كأنهم مراقبيني ومتوقعين إني أشوف حاجة هم مش شايفينها. وعرف نفسه من خلال الترجمة إن هو المهدي المنتظر وإنه جاي يوحد العالم، إنه حان الوقت إن العالم كله يعيش في وحدة وسلام وحب. انتابني شعور بالخوف، وبينما كنت أقوم بالوقوف لكي أذهب من خوفي لم أستدر، بل تراجعت بعض الخطوات إلى الخلف وأنا أحدق بعيني بحدة، وعنها بادلني نفس النظرات ولكن بحدة شديدة وأكبر من نظرتي، ولمعت عيناه لمعان غريب وغير طبيعي كأنه يهددني بأن أرحل في صمت. وفي نفس اللحظات التي كان فيها يحدق لي التفتت السيدة التي كانت تنظر الناحية التانية وكأن شيء يربط بينهم غير مرئي، نظرت لي نفس النظرة بنفس الحدة واللمعان لحد ما أنا هزيت راسي بالإيجاب وانصرفت، وفضلوا يبرقوا لي. قلت لزوجي إني رأيت سيدنا عيسى، فلم أتلقى منه أي تعليق واستغرب كلامي. وفجأة انتبتني حالة من الفزع والخوف الشديد والهلع والبكاء وضيق التنفس، ووقعت في الأرض وأنا مش عارفة ألتقط أنفاسي. وبعد ما زوجي وبنتي ناموا عاودني الإحساس بالخوف والفزع، وبعدت للسيدة وقلت لها عملتولي إيه؟ عملتولي إيه؟ وكانت شايفة الرسالة ولكن لم ترد، فكتبت لها تاني أنا مش عارفة أنام، أنا أم وعندي مهام كتير، أنا مش عارفة أنام، ردي علي هو عمل لي إيه؟ ردت وقالت لي مش هتنامي تاني. خفت جدا وطلبت منها رقم الشخص، وهو سبق وطلب منها في الجلسة بأن تعطيني رقمه، وتواصلت معاه واستخدمت ترجمة جوجل، وكنت قبلها حاسة أن روحي بتتسحب مني. وأثناء تواصلي معاه سألني حاسة بإيه، شرحت له اللي أنا حساه، قال لي أوكي، وسألته عملتولي إيه، أنتوا عملتولي إيه، قال لي أنا اللي خلقتك. رديت بغضب وقلت له أنت ما خلقتنيش، ربنا هو خالقي وأنت مش هتعرف تغير صورة ربنا جوايا. رد وقال لي أنت نور،
ومع وصول أي رسالة منه كان في نفس الوقت بحس بتأثيرات جسدية. وبعدها ردت السيدة تاني تسألني: هل قالك أنا اللي خلقتك ولا قالك حاجة تانية؟ استغربت السؤال وقلت لها: إيه هي الحاجة التانية؟ فما ردتش علي. وبعدها حسيت تاني إني مريم وإن ده يوم القيامة. بقيت شايفة بالعقل إن في كائنات شريرة من كواكب وأبعاد تانية احتلت الأرض، وهم في شكل بني أدمين لكنهم كائنات ظلمية وليسوا من الإنس، وإن الشخص الذي يزعم إنه المهدي المنتظر واحد منهم والسيدة أيضا. وظللت أرسل له آيات قرآنية زي: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسجلت رقمه على تليفوني بالمسيح الدجال، ورد علي بعد ما كنت ببعت له القرآن الكريم وقال لي: أنا جاي لك. في هذه اللحظات أفلت وضليت ذهاب وإياب أقوم بالإطمئنان على ابنتي وزوجي، وبقيت حاسة وقتها إنه هيطلع لي في أي لحظة في البيت، وبقيت فاهمة إنهم مش بيتنقلوا عبر الدول باستخدام الطائرة أو غيره، بل إنهم بيخترقوا بأجسادهم الحواجز، على سبيل المثال الحوائط والأبواب المغلقة. وبقيت رايحة جاية في البيت وخايفة قوي وحاسة إنه هيطلع لي من أي مكان في البيت. كنت كل يوم بغير اسم هذا الشخص على هاتفي، مرة المهدي المنتظر ومرة المسيح الدجال ومرة سيدنا عيسى ومرة بدون اسم، وكان يجي لي شعور بالحب العميق تجاه الشخص ده، وأنا مريم وهو ابني. Questa grazia divina non mi sono inventato di essere questo. Sono un canale del Signore, un canale dell'energia. وكان يطلب مني إني أبعت له لغة النور لما تحصل لي، وكنت ببقى أحيانا رايحة جاية أتحسس بطني بإيدي وإحساسي قوي بإن السيدة مريم، وكنت حاسة بحنين فترة حملي في السيد المسيح، وكنت أبكي وأكتئب كتير بسبب هذا الحنين. وكان كل ما دخلت في حالة اكتئاب يواسيني ويسألني: مالك؟ وبعدها رحت أحاول أنام بجانب صغيرتي، وأول ما رحت في النوم قمت مفزوعة وأنا حاسة إن الأرض كلها ابتدت نقطة الرجوع إلى رب العالمين. وافتكرت الآية القرآنية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وكنت حاسة وفاهمة تفاصيل الآية إنها بتحصل دلوقتي حقيقة، وإني أنا المسؤولة عن الأرض بصفة السيدة مريم. طول الوقت عندي خوف شديد على بنتي ومش حاسة بالأمان، ولا حتى جدران البيت قادرة تحميني منه، وإنه موجود حواليا طول الوقت أو ممكن يطلع لي في البيت في أي لحظة. ومعظم الوقت كنت بحس بطاقة قوية جدا بداخلي أقوى من احتمال جسدي، وكنت أحيانا بحس بجسد تاني غير مرئي ضخم وإن ليه أجنحة كبيرة جدا، وإن جسدي العادي أو هذا الشعور سوف يزداد لحد ما جسدي العادي يتمدد إلى أن يتلاشى ويختفي في الهواء. عذاب لا يوصف. وكنت مرة حاسة وأنا نايمة بجانب بنتي وجسدي متعب جدا، وكأن في جهاز بيشبه جهاز صدمات القلب غير مرئي كان يصوب ضربات على ظهري وأنا مستسلمة من شدة التعب، وكانت هذه الضربات ترفعني في الهواء مع كل ضربة، وكان هذا الجهاز الغير مرئي يضربني بشدة في محاولة منهم أن يتخلصوا مني وابنتي، لأني أنا مريم وابنتي نبية، وإنه حين عودة زوجي من العمل سوف يكون قد قضوا علينا. وكنت كثيرة الصمت ولا أحب من يخرجني عن صمتي لكي أركز كيف أحمي نفسي وكيف أتخلص من هذه الطاقة أو هذا الشيء الذي بداخلي والمسيطر علي، حتى أعود طبيعية زي ما كنت قبل ما أشوف هذا الشخص المؤذي. وكنت أثناء العديد من جلساته أحس بخمول شديد في جسمي وتقل غريب، ولما سألته قال: إحنا واحد. وفي أوقات كنت أتواصل فيها مع الشخص ده برسائل الواتساب كنت أول ما أبدأ في الكتابة يقول لي: مفيش داعي تكملي، أنا سمعك، أنت سمعاني؟ كنت بتوقف عن الكتابة وبخاف واسكت. وكان يطلب مني أرسل له النور لما تحصل لي، وهي غير إرادية. كنت خايفة قوي وحاسة إنه مراقبني طول الوقت،
حتى إني كنت كثيرة الصمت وكنت أكلم زوجي بلغة العينين تصورا مني إنه هو واقع تحت نفس التأثير وإنه فهمني. ومرة من عديد المرات هاجمت الشخص ده وقلت له أنت تزعم إنك سيدنا المهدي ولكنك ظلام وليس بك نور واخترقت حريتي، فإذا أنت لست نور ولست المهدي بل شيطان وكائن ظلامي. فرد علي وقال ربنا والأنبياء هم اللي أمروني بكده، وأنت مريم وأنا عبد مأمور، وهذه رسالتي في الحياة أن أجدك. قلت له شيل اللي أنت عملته، أنا بتعذب مش عارفة أعيش طبيعي، أنا أم وعندي مهام ومسؤوليات كتيرة، أنا عايزة أرجع زي ما كنت. قال لي ما ينفعش، وإن كل اللي بيحصل لك من آلام جسدية ونفسية هو بسبب إنك بتنكري إني نبي، وده مش كويس ليكي، وما تكلمينيش كده تاني علشان ما تتعبيش أكتر، أنت بتهاجمي نفسك وأنا نفسك، وأنا ابنك عيسى وانتي لازم تشفي من احساسك انك بشر عادي. انا لست الجسد، انا لست الاسم ولا الشكل ولا الشهادات، حتى انا افعالي، وانا جيت عشان ارجعك لحقيقتك وانتي اساس رسالتي في هذه الحياة، انا جيت علشانك. وكان بيقول لي ان انا كأمه بسبب له جرح نفسي وحزن لنكراني ليه، وبقيت اول ما يحصل لي حاجة او لما بنتي تقع او تتعب احس ان ربنا زعلان مني او بيعاقبني علشان انا بنكر نبي وبكلمه بطريقة وحشة. وقرأت في صفحته بالويب انه معلن انه المهدي وان رسالته كبيرة في الارض وانه قام بشفاء الكثير من الناس من امراض عديدة بشهاداتهم على صفحات التواصل الاجتماعي. lui è Francesco Grassi nella setta nominato Shivananda. dal 2018 si presenta come un santone, un guru dotato di poteri soprannaturali. Secondo quanto ci raccontano alcuni testimoni, capace tramite i suoi riti sessuali. Lui praticamente ti dice che attraverso l'atto sessuale con lui ti va a fare una guarigione dell'utero. وكان كل فترة يعلن برنامج ورحلات شفائية وهو بيتنقل مع فريق عمله بين العديد من البلدان طول الوقت في تنفيذ رسالته على الأرض. أسبوع في ألمانيا، أسبوع في أمريكا، أسبوع في الإمارات، أسبوع المكسيك والدنمارك وغيرها. وقبل حدوث الوقعة يمكن بشهرين قام بدعوتي إن أحضر مقابلة فيديو من مقابلاته العديدة على برنامج زوم مع كل متابعينه وفريق عمله حول العالم. قلت له أوكي، لكن أنا لم أكن أريد الحضور. وبعد مرور وقت المقابلة المحدد بتقريبا نص ساعة غيرت رأيي ودخلت، واتفاجئت بأنه لم يبدأ المقابلة بعد طول هذا الوقت. لم أقم بفتح الفيديو الخاص بي ولقيته بيقول لي أول ما دخلت وصلت حمايتي، وهو بيبتسم ابتسامة عريضة، وكان في هذه المقابلة بينصح بالسلام والحب والوحدة، وإن الحب هو الحقيقة والطيبة والتعاون والأخوة هي فطرة الإنسان الصحيحة وليس الأنانية والعنف وغير ذلك. وبدأ بعدها بالتذمر من بعض الأشخاص اللي بيتكلموا عنه بالسوء، وعلى ما يبدو إنهم تسببوا له في بعض المشاكل، وقام بزيارته أشخاص من الجهات الحكومية الإيطالية وسألوه عن نشاطه وما هذه الطقوس التي يقدمها للناس. وكان يقول بعدها ويوجه كلامه بالتحديد لمن اشتكاه: هذا الظلام الذي يخرج منكم بعد تلقي مني حصص شفائية هو ظلامكم أنتم، ولكن أنا نور، وهذا النور الخالص يفضح ويخرج ما بداخلكم أنتم. انظروا في مرآتكم، هذا الظلام هو ظلامكم أنتم، وأنا لست مسؤولاً، أنا لم أفعل لكم شيئاً بل أعطيت لكم نوراً. Le mie guarigioni arrivano attraverso la luce, attraverso l'amore. E non ho paura di dire che Shivananda ama il sesso. Io amo il sesso. E quindi... وخلصت المقابلة وكانت مشاعري مختلطة، كنت عايشة في صراع دائم، أيام أحس إني مريم وإن كل ده صحيح، وكنت عاوزة أسافر إيطاليا، وقلت لزوجي جنة الأرض فتحت في إيطاليا وأنا لازم أروح هناك. وفي مقابلة الزوم التانية اللي حضرتها كان بيشرح فيها برنامج رسالته في الأرض وإنه سوف يؤسس 27 مدينة نور على الأرض،
وفي وسط كل هذه الأحداث المتعبة والمرهقة كان في أيام تختفي فيها بعض التأثيرات تماما، وكنت وقتها أقوم بحذف الرسائل، وكل هذا لم يؤثر على رعايتي لابنتي، وأرضعتها رضاعة طبيعية لمدة 1 سنة و7 شهور. وكنت دائما بحب ألعب معاها زي الأطفال، وكانت بنتي ورفيقتي، كانت كل دنيتي وأغلى ما رزقني رب العالمين. ومرة في نوبات يوم القيامة اللي بحسها، حسيت أني أمام الله بعزته وجلاله، وأنه سمعني وشايفني، وحسيت أني حاجة صغيرة قوي، ومن كتر الرهبة ما كنتش عارفة أتحرك من مكاني، وكنت على يقين أن جوزي هو جالس أمام التلفزيون في الغرفة التانية، وأن كل الناس على الأرض حس نفس إحساسي. وشوية مسكت هاتفي في محاولة للاتصال بوالدتي بعض المرات المتتالية، ولكن لم يكن هناك شبكة، وده زاد يقيني ان كل الاتصالات مفصولة تماما في هذا اليوم العظيم. وكل شوية اقول دلوقتي هتحصل الصيحة، دلوقتي هتحصل. وفي العديد من المرات في هذه النوبات كنت بحس دايما انه في حاجة عاوزة تأذيني انا وبنتي لو جلست في البيت. وبينما كنت أغلق الستائر راودني هذا الصوت مرة أخرى، وطلب مني أن ألتفت بسرعة، وإذا بشيء غير مرئي كان يحاول أن يسحب ابنتي لكي يسقطها على الأرض، ولكن توقف ولم ينجح لأني التفت في الوقت المناسب، وجريت على بنتي وحضنتها. وبمرور الوقت أصبحت أعجب بالترانيم الهندوسية لما أسمعها، وكنت برقص أثناء النوم، وكده كنت أتخلص من بعض الطاقات الزايدة في جسدي. وبهذه الطريقة ومع أخذ الأقراص المنومة في المساء بقيت أعرف أنام كويس وأستيقظ في الصباح الباكر. كما أصبحت أحب رؤية نفسي في المرآة كثيرا، وكذلك أصبحت أشوف أحلام كثيرة، منها رؤى ومنها كوابيس، وكنت أشوفه في أحلامي كتير. ومرة حلمت أنه له كوكب مليء بالأشخاص وهو قائده، وكان برفقته كائنات تشبه الإنسان ولكن طويلة جدا وحادة في ملامحها وشرسة أحيانا في تعاملها، وكانوا بيلبسوا ملابس موحدة ومميزة. وكنت بقول لنفسي ربنا بيأكد لي انه المهدي المنتظر، وكان بيهتم جدا لما اقول له اني شفت رؤية او حلم. ومع ان في العادة كلامه قليل الا انه كان بيهتم جدا ويسأل عن تفاصيل الحلم. في هذه المرات كنت كثيرة العزلة، ولم أعد أجلس مع زوجي في أوقات الطعام ولا بشوف تلفزيون، وكنت دايما قافلة على نفسي في الغرفة. وكنت لما أحاول أجلس في الصالة مع زوجي قليلا كنت أحس بشيء مثل السحاب وراء ظهري، غير مرئي ومخيف، يسحبني أو يطلب مني العودة إلى الغرفة. أصبحت أراقب صفحته على التواصل الاجتماعي، وحينما ألاحظ أن مزاجه سيء أفضل خايفة وأراقب ما ينشره حتى يعتدل مزاجه وأحس بالاطمئنان. أنا كنت بلاحظ نفسي وأستغرب أني بقيت أخاف منه، وأول ما يكلمني بطريقة مش لطيفة كنت بحس أني مسلوبة الإرادة وأبكي لإحساسي أنه مسيطر علي. وكنت سمعت مرتين في البيت وأنا لوحدي صوت بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هبدأ كلامي في الأشهر الخمسة الأخيرة قبل الحادثة. قبل الحادث أو الوقعة في حدود 25 يوم سافرت برفقة ابنتي لزيارة أهلي ومامتي في تونس. وبعد الرجوع وخلال 3 أيام ما كنتش عارفة أنام مع نفس أعراض النوبة الكبيرة الأولى. وتقريبا في ثالث يوم بالليل اتصلت بالصيدلية وطلبت منه دواء منوم، فبعتولي شراب منوم. ومن كتر إرهاقي واحتياجي الشديد للنوم شربت تقريبا نص زجاجة من غير ما أحس. وبعد ما كلمت الصيدلي جلست في الصالة ولم أشعر بأي شيء من حولي مع أني ما نمتش، ولقيت نفسي في طرقة التوزيع بين الغرف. بعد كده رحت الحمام، وأنا أنظر في المرآة شفت نني عيني الاتنين تحركوا حركة سريعة وغريبة يمين وشمال. قعدت أبص إيه الحاجة اللي جت وراحت دي، واستغربت وخفت وبكيت.
وبعدها أفتكر أني رحت غرفة نومي وتمددت جنب بنتي على السرير في محاولة مني للنوم، وفجأة وأنا مغمضة عيني رأيت سيدنا موسى والسيد المسيح في صورة خاطفة كالبرق، وكأن في جرس إنذار في راسي بيأمرني أنا كمريم وجميع الصالحين على الأرض بالصعود إلى السماء. أمر من ربنا من خلال سيدنا عيسى وسيدنا موسى، لأن كل من سيبقى على الأرض هم الأشرار وسوف تفجر بهم الأرض في بضع دقائق، وربنا هيشيل الأرض دي ويبدل مكانها أرض جديدة. في الوقت ده ما كانش عندي أفكار غير أنه إيه الطريقة اللي ممكن أموت بيها علشان ألحق الصعود للسماء. وبعد شوية بقى في صوت اللي بيزعم انه المهدي المنتظر في راسي بيستعجلني ويقول لي بسرعة بسرعة بسرعة، ولقيت نفسي بقول انا مش هسيب بنتي في الشر مع الاشرار في الارض اللي هتتفجر في دقايق، لان بنتي روح طيبة وملاك طاهر. النوبات دي لما بتجيلي ما بتبقاش افكار في راسي فقط، لأ ده واقع وحقيقة، وهذا البعد له إحساس خارج الطبيعي أدرك فرقه بعد انتهاء النوبة تدريجيا، وبحس فرق كبير وكأنه كان حلم. وأرجع معاكم لحالة دق الأجراس، ولابد من السرعة، وهي فعلا حالة طوارئ عالمية للصعود إلى السماء تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى، مع شعور إنه المفروض ليس هو اليوم المحدد ولكن ربنا قدمه عشاني أنا كمريم. وفضلت فترة طويلة غير مدركة لما حدث غير إني مريم وإني سوف أصعد إلى السماء. طبعا حصل اللي حصل مع بنتها، ولقت أميرة نفسها في الحجز بعد ما اتقبض عليها وبتكتب في مذكرتها أحداث غرفة الحجز. لقيت نفسي وسط مجموعة من السيدات وباين عليهم إن عندهم مشاكل وفي حالة حزن دائم. كنت بحاول إني أساعدهم مع تأكدي التام إني مريم وإني في انتظار صعودي للسماء. وأفتكر إني وجدت إحدى السيدات بجواري في حالة حزن عميق وبكاء. فتحت المصحف الشريف على سورة الإسراء وأشرت لها بيدي لكي تقرأها، وأخذت السيدة تقرأ السورة، وكان عندي يقين وأنا مريم إني كنت في رحلة الإسراء والمعراج. وبعدها بفترة طويلة اكتشفت أثناء محادثتي مع السيدة إني كنت بخرج فعلا كل يوم أيام متتالية. سألتها بروح فين؟ قالت لي نيابة التجمع الخامس. وطول الوقت اللي كنت فيه تحت تأثير النوبة كنت فاهمة ان انا وكل السيدات اللي موجودين حواليا مخطوفين من الاشرار، لان امر الله نفذ وتم استبدال الارض بالخارج بارض جديدة وهي جنة الارض، وان معظم سكان الارض من الاشرار راحوا، والباقي هم قلة من الناس على الارض اغلبيتهم طيبين، وان في الخارج في اهوال عظيمة وطوارئ اثناء عملية استبدال الارض من القديمة المليئة بالاشرار للجديدة وهي جنة، وان ربنا جعل السماء في الخارج تكتب اسمي واثبت للكل ان من كبار الملائكة واني مريم. وكنت بحس اني مريم وبخاطب كل الملائكة، وكنت احيانا اصرخ في الجميع من حولي من بعض السيدات وكذلك في مرات بعض المسؤولين، اصرخ فيهم لحثهم على تنفيذ تعليمات الله عز وجل في تنفيذ العدل في جنة الارض او اثناء عملية انتقال الارض من الارض القديمة المليئة بالاشرار الى جنة الارض. ومن ضمن الاحداث اثناء الدق على باب غرفة الحجز وانا نايمة، كنت اقفز بسرعة في حركة وقوف سريعة ومرنة كالجندي المستعد دايما، وده عكس طبيعتي ان بصحى من النوم على مهلي. وأخبرني بعدها العديد من السيدات إنهم كانوا خايفين مني ودائمين الشكوى للمسؤولين، وإني بقول كلام غريب ولا بنام ولا باكل، وكانوا بيطلبوا منهم نقلي للمستشفى لإني لو استمريت كده هموت. وتم نقلي فترة إلى المستشفى النفسية، وخلال عزلتي في المستشفى روضتني بعض الأفكار إني لا أقول مرة تانية إني مريم لكي لا يحاربوني هؤلاء أيضا وأن أخفي حقيقتي. ولكن كان صوت الشخص ده في راسي يراودني ويقول لي انت مريم وانت حقيقة وانا بس اللي اقدر اشوفك.
وضليت تدريجيا أنتقل من بعد إلى بعد حتى استوعبت تدريجيا الواقع الصحيح بعد انتهاء النوبة تدريجيا. وطبعا انتابتني حالة من الحزن الشديد حين أدركت وفاة وفراق ابنتي، وهي كانت أهم شيء في حياتي. انقطعت عن الطعام، دبلت من شدة الاكتئاب، خسيت كتير وسقط معظم شعري، واستمرت حالتي النفسية في تدهور شديد، وكنت أبكي طول الوقت وأدور عليها حواليا، واستعنت بالصبر والصلاة وقراءة القرآن والشكوى لله سبحانه وتعالى وسؤاله المغفرة والتوبة وإعانتي على تحمل هذا الابتلاء، والذي هو من أعظم ابتلاءات الدنيا، مع الصوم وقيام الليل لكي يربط على قلبي وفؤادي الذي أصبح فارغا تماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وبفضل الله عز وجل ودعم أسرتي ودعم أهلي ودعم أهل زوجي والناس من حواليا كلهم رحمة من ربنا ليا، بدأت حالتي تتحسن تدريجيا في تقبل ما حدث والرضا بالقدر، وفوضت أمري إلى الله اللي كتب لي عمر جديد علشان يظهر حق بنتي وحق عيلتي في كل الظلم اللي تعرضنا ليه، ولكي يتعظ الناس ويبتعدوا عن هذه الأساليب لأنها بوابات للشياطين. وأنا أتمنى إن هذا الشيطان يمنع من دخول الدول العربية على الأقل، وأنا عندي يقين إن ربنا هيخلص حقنا منه في الدنيا والآخرة. تعالوا نشوف تاني رسالة وأهم نصيحة من أميرة لكل المهتمين بالعلاج بالطاقة والوعي واليوغا والتأمل. أنا عاوزة حكايتي دي تكون جرس إنذار للناس جميعا للابتعاد عن كل ما يخص العلاج بالطاقة والعودة لاختيار الفطرة السليمة. أصل علم العلاج بالطاقة هو علم بوذي وهندوسي، وانتقل إلى رواد إنجليز وأمريكان مشهورين جدا بيطوروا ويروجوا، وكل يوم يظهر آليات وأنواع مختلفة وجديدة ولهم ملايين المتابعين. وبعد ذلك انتقل إلى الدول العربية وبقى فيه رواد عرب ومراكز عديدة جدا، ولا زال إلى اليوم تظهر آليات وطرق ومسميات جديدة وهو في تطور دائم ومستمر، ولذلك نسبة متابعينه في تزايد مستمر، ويدرس ويعطى فيه شهادات مختلفة وعديدة إلى كل ممارسين العلاج بالطاقة الطبيعية بمختلف آلياتها. احذروا هذا العلم لأنه يمثل خطرا كبيرا لعدم معرفتنا ودرايتنا الكافية به. حتى إن كانت هذه الآليات تبدو على السطح إن لها تأثيرات إيجابية وصحية على حياة الأشخاص وإنها أسلوب حياة متطور وإيجابي، إلا إنها في الحقيقة بوابات للشياطين من البشر، ولهم قدرات كبيرة في إيذاء والسيطرة على الآخرين تفوق قدرات البشر العاديين. فيه علم نافع وفيه علم مش نافع، وأنتم لا تستطيعون أن تدركوا الفرق لأنها طاقة غير مرئية، بما فيها علم الشاكرات وهي مراكز الطاقة الأساسية في الجسم. احذروا ولا تقربوا هذا العلم، عشان دي فتنة وده علمهم ونحن ليس على دراية كافية به، وما يتم ترويجه لنا هي فقط قشور لاستدراج أكبر عدد من الناس. وما تعرضت له شخصيا هو من أقوى أعمال السحر، لكن يجب أن أحذر لأن درجة الإيذاء اللي تعرضت له مش زي أي إيذاء ممكن يخطر على قلب بشر. ومن خلال تجربتي الأليمة اللي كلكم عرفتوها، أحب أقول لكم أنه تم استدراجي وبعدها تم السيطرة علي وإيذائي، وعشت عذاب فوق احتمال البشر، وانتهى بوجع من أكبر أوجاع الدنيا. الناس دي من شياطين الإنس، احذروا واحموا أولادكم وأحبابكم، وما تسمحوش لأي حد يديكم أي طاقة من أي نوع، وابتعدوا عن التأملات وكل هذه الآليات التي تزيد كل يوم، وهي متوفرة على اليوتيوب بكثافة كبيرة جدا من تأملات وتحررات وتنظيف شاكرات ولغة النور وبرمجة العقل اللاواعي وعلاجات عديدة جدا مجانية وبلغات عديدة. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
أنا يمكن ربنا جعلني سبب على أن يتعظ الكثيرون. أرجوكم احموا أنفسكم وأولادكم وأحبائكم. لازم كلنا نختار منهجنا السليم علشان هو ده الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه في حد مش مقتنع ان الطاقة سحر وتعامل مع الشياطين وفتح باب شر ما بيتقفلش؟ دي كانت مذكرات أميرة من داخل السجن، بعتتها لينا عشان نتعلم الدرس. وأنا هنا بقالي أكتر من سنة بحذر من الطاقة والوعي والتأمل واليوجا، وهي دي النهاية للأسف، وهو ده اللي خدناه من الطاقة والوعي، خراب العقول وخراب البيوت وهرب المجرم الحقيقي مدرب الطاقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش وضع الإعجاب، وصلوا الحلقة دي لعشرين ألف لايك، اشتركوا في القناة، شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي علشان نوعي بناتنا وولادنا واخواتنا اللي بيضيعوا كل يوم في طريق الطاقة والوعي. لو حابين تدعموا القناة ماديا، رابط الباي بال والباتريون موجودين في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو. شكرا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.